بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم الاستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو 33 من سلسله شرح برنامج المايكروسوفت وورد، وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الحافظه او ما يعرف بالكليب بورد من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب. هنبدا بتعريف الحافظه او الكليب بورد. الكليب بورد هي عباره عن مساحه هتلاقيها في الجزء ده، بتقدر تضغط عليها فبتظهر لك المساحة دي. طيب الكليب بورد ايه فايدتها؟ الكليب بورد فايدتها إدارة عمليات النسخ واللصق اللي انت بتقوم بيها أثناء عملك داخل الملف. على سبيل المثال، انا لو جيت وعملت نسخ لعدة امور، على سبيل المثال هحدد احمد وبعدين اخد كنترول سي، هتلاحظ بقى ان احمد هنا ظهر. طيب اكرم كنترول سي، 1A كنترول سي، سمير كنترول سي، بدر كنترول سي، خالد كنترول سي، عمر كنترول سي، زكريا كنترول سي. هتلاحظ بقى ان الاسماء اللي انا عملت لها كنترول سي ظهرت هنا. حتى لو انت عملت الجدول او صورة وعملت له كنترول سي، هيظهر لك الجدول او الصورة اللي انت عملتها. طيب ايه القيمة بتاعت الكليب بورد او الحافظة؟ هي بتحتفظ لك بكل الاوامر اللي انت بتنسخها في الوورد. تقدر بقى انك تختار مثلا هنا بقى ان انت اسم احمد انت بتختاره بتستخدمه مثلا كتير، اقدر بقى اني اضغط على اسم احمد واقول له الزق. طيب اسم الفصل انا بستخدمه كتير، اقدر بقى اني اقول له الزق. الجدول انا بستخدمه كتير، اقدر بقى اني الزقه. فهنا ديت عملية بتساعدك في ادارة العمليات اللي انت عملتها في النسخ والقص علشان توفر لك وقتك. في النهاية لازم تكون فاكر ايه الحاجات اللي انت عملتها لها كنترول سي، عن طريق انك تدخل للقايمة اللي احنا دخلنا لها عن طريق الرمز ده من قايمة هوم. في حالة لو انت مش عايز تحتفظ بالبيانات ديت، تقدر بانك تعمل لها كلير فبيمسحها كلها. تقدر بانك تخفي المساحة ديت لو انت مش هتحتاجها، وتقدر تظهرها في اي وقت زي ما انت عايز او تخفيها. ديت مجرد أداة أنت ممكن تستخدمها علشان تسهل عملك وتسهل إدارة العمليات اللي أنت عملت لها نسخ وقص ولصق. تقدر تستفيد من الحافظة ديت بالشكل اللي أنت شايفه مناسب. بكده نكون خلصنا الفيديو ده، بنشكر حضراتكم ونتمنى للجميع كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.